عدد من برنامج كلاسيكو بلوس البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينج بدر هاري. البطل العالمي بدر هاري ضيف هذا العدد من برنامج كلاسيكو بلوس الفائز بالعديد من البطولات العالمية. بدر هاري مساء الخير ومرحبا بك في كلاسيكو بلوس. شكرا. بدر عينيك في طريق درتي ليه حالف عليه شويه علاش اخويا؟ هو اللي عارف علاش حتى من بعد هو اللي عارف معايا انا ولا الدرب يعاونوك. بدر انت معروف بزاف اوروبا وفي اسيا لكن في المغرب الناس ما يلا هاد في السنين الاخيره ولا كيعرفوا شكون هو بدر هاري وكيسمعوا عليه وسيرتو في الانترنت كيشوفوا لي فيديو كيتبعوا الاخبار ديالك. علاش هاد في المغرب بدر هاري ما عندوش داك الحضور الاعلامي اللي عنده في اوروبا واسيا؟ هذيك شي حاجه ماشي انا اللي غادي نقدر انا نجاوبك فيها فهمتيني. انا نقدر غير نقول لك الامكانيات اللي كندير باش 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 نزيد لقدام وباش نبين المغرب في العالم. ولكن كما قلت هاد العوامات الاخرين في المغرب كثر داكشي انترنت قرب العالم حوايج اللي كانوا زعما بعيدين علينا باش نشوفوهم دابا ساهلين غير كتشعل الاورديناتور كيبان لي كل شيء ومن الفم للفم. هذا كيعاود هذا كيعاود هذا حتى الناس شافوا الحقيقه ودابا ان شاء الله من هذا البرنامج الان يكون نتعرفوا اكثر ان شاء الله. وقبل ما نهضروا معاك ونسولوك على الاسئله اللي وجدوا طريق وهدى وانا غادي نشوفوا هذه الورقه اللي عندها الزملاء حول بدر هاري كيفاش بدا اش كيمارس كيفاش كيعيش الجواب في هذه الورقه. كنظن الى سمع الضيف ديالنا هاد الموسيقى غادي توحش الاصل ديالو هو وجدي. وبلا ما نطول عليكم الضيف ديال اليوم هو بدر هاري من مواليد امستردام في 8 جانفير 1984. بدا الكيك بوكسين ملي كانت عنده 7 سنين ضمن فريق مشهور في هولندا اللي كيسيرو توم هارينك. هاد الاخير اكتشف بدر مؤهلات كبيره وعلمو سر المهنه حتى ولا بطل كبير ديال البوكس تايلانديز. 57 انتصار منهم 44 ضربه قاضيه جوج الهزامات وتعادل واحد. في 2003 وسيمانه قبل واحد الكومبا اللي كان غادي يجمع ما بين ميلفين مانوف والنجم اليكسي اغناشوف عيطوا لبدر باش يلعب في بلاصه ميلفين مع العلم ان السن ديالو كان يلاه 17 عام وكان فرق الوزن بينه وبين المنافس ديالو 18 كيلو. بدر ادى مباراه جميله اللي كلشي صفق ليه فيها. عامين من بعد مشى بدر للماكس جيم اللي فيه تعلم تقنيات الكيك بوكسين. 2007 بدر خد لقب بطل الكيك بوكسين في الوزن الثقيل ناقص 100 كيلوغرام ملي ربح المنافس الياباني بالضربه القاضيه في الجوله الاولى. كان تقدم بدر ملموس وبخطوات ثابته. نزيدكم في 2008 وصل النهائي الكا 1 اللي خدا فيه بطاقه حمراء وتقصى. من بعد قرر بدر يسترجع الرتبه اللي كان فيها سجل 3 الانتصارات بالكاو وتاهل للمره الثالثه لدوري اليابان. التجربه اللي اكتسبها السي بدر علمته يحترم المنافسين ديالو بحيث ولا شخص مسؤول وحتى الجمهور عينوك احسن مصارع خلال هاد الدوري. والسي بدر هاك كان بغيوك ديما هاد الرايه المغربيه الفوق الفوق. بدر شنو هاد الورقه اللي كتقربنا شويه من بدر هاري كيفاش بديتي لي كومبا اللي درتي لي كاو باش ربحتي؟ نبغي نرجع معاك الاول البدايات ديالك كيفاش دخلتي الكيك بوكسينغ؟ دخلني الوالد ديالي. انا ما كانش عزيز عليا كاع العنف ولا المدابزه ولا هادشي كامل ما كانش عندي معاه بزاف. ولكن كانوا الدراري ديما في المدرسه يضحكوا عليا يحقروا لي هادي. واحد النهار الوالد طلع ليها في هادشي في الراس ديالو قال لك خاصك تعلم تدافع على راسك. بدينا بحال هكا مره مشي مره ما مشي جرني سير ما تمشيش تا تبقى غادي داكشي تا وصلنا فين وصلنا اليوم. وصدق داكشي زعما اللي قال لنا الوالد ديالي هو اللي كان نعم. على ذكر البدايه ديالك بدر كنتي من المعجبين ديال ستيفان ليكو
وجا واحد النهار تقابلتي معاه وربحتي بالكاو اللي كيتعتبر من احسن لي كاو لحد الان. عاودنا شويه على هذا. وهذيك شي حاجه زعما شي حاجه كتجي في شكل فهمتيني. بزاف ديال اللعابه اللي لعب ضدهم بحال ستيفان ليكو بحال بيتر ارت بحال زعما كاينين زعما اللعابه كثير اللي كنت كنتمنى غير نوصل غير حداهم وصدقت لعب ضدهم وربحهم. هذاك زعما شي حساس كبير فهمتيني، حيت انت عندك واحد الحاجه كتشوفها ومنين كتوصل ديك البلاصه وكتحدد ديك البلاصه زعما كتزيد في الثقه النفسيه ديالك. و هذاك هذوك زعما هذوك هذوك دوك 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 الاوقات يمكن دوك الاوقات ما كيتنساوش فهمتيني. بحال بحال عيد ميلاد ديالك ذاك النهار عندي عيد ذاك النهار طرا داك الشيء وداك الشيء وداك الشيء وداك الشيء كيبقى زعما مطورخ. وبدر باش نبقاو في البدايات ديالك كنعرفوا بانك بديتي مع تيم شاكوريكي اللي رفقتها حققتي انجازات كبيره ومهمه، فشنو هو الانجاز اللي كيبقى بالنسبه لك الاهم مع رفقه هذا التيم بيان سور؟ وي ترينيت مع طوماريك بزاف، ولكن صعيب باش نهضر دابا على طوماريك حيت نهار السبت عندي واحد الماتش ضد واحد الدري ديالو جديد حتى هو الدري ديال طوماريك، دابا خصنا نلعبوا ضده. ولكن كل تبقى مسيره اللي يعني ضروري كل فاس اللي كدوزو مع شي مدرسه ولا مع شي انسان ولا مع شي حاجه كتعلم بزاف د الحوايج وداك الشيء كامل كيعاون في يعني. ونقدروا دائما نقولوا بان اللي هي اللي عطاتك الدفعه الاولى في المسيره الاحترافيه ديالك او لا؟ شويه حيت منين بديت كنتريني دابا في مايك جيم بزاف د الحوايج تبدلوا تما عاد وليت عاد بديت كنعرف شنو كنقدر ندير بالجسم ديالي وشنو كنقدر نمثل فهمتيني. و دابا عاد حاس براسي واد دابا في البلاصه اللي فيها انا فيه وهذا المايك اللي كنخدم معاه احسن من فين بدر. بديتي ملي كانت عندك 7 سنين كيف ما شفنا في هذا الروبورتاج، في اي عام قلتي راه دابا غادي نولي محترف في الكيك بوكسينغ؟ قول في واحد السن ديال 15-16 العام وليت كنقول صافي انا باغي غير غير ندير الكيك بوكسينغ وصافي. واحد الوقت كنت دخلت لاصال وكانت واحد الصوره ديال بيتر ارت ديك الساعه هو الشامبيون ديال كي 1 ثلاثه الخطرات وهز واحد الشاك وانا مازال صغير. منين دخلت كنشوف ذاك البوستر في الحيط قلت تما فين بغيت نوصل انا. شحال الشاك شحال كان فيه؟ 100,000 ديال الدولار ديك الساعه. قلت تما فين باغي نوصل. وهذيك هي اللي خلاتني نوصل. لا ماشي غير الشاك حتى الناس كي معروفين وداك الشيء خلاني بغيت نوصل ديك البلاصه. وواحد الوقت وصلت لعب ضد بيتر ارش وربحت قلت زعما داك الشيء من عند الله. اشاره سامي هدى. فبدر الجميل في الامر هو واخا ديك الدارجه عنده قال لك بغيت نجي نهضر اليوم بالدارجه بالمغربيه حيت في المغرب وكنحيوه كنقول للجمهور بدر. في الكيك بوكسينغ اللي معروف هو الكيك بوكسينغ العادي وكاين الكيك بوكسينغ صنف الكي 1. هذا الكي 1 عنده قواعد شويه خاصه. علاش بدر هاري ما مشاش الكيك بوكسينغ العادي ومشى لهذا الكي 1 هذا؟ بديت بالكيك بوكسينغ ولكن كي 1 بحال كما قلت لك كما تشامبيونز ليغ ديال الكيك بوكسينغ فهمتني. وواحد الوقت جاوا عندي همايا وقالوا لي راه حنا بغيناك تشارك معنا في الاورجنايزاسيون ديالنا وحنا وعطوني كونترا دا في 2005 سينيت معهم ديك كونترا دا. وكي 1 عندهم الروز ديالهم بوحدهم باش زادوا زينوا اللعب ولا فيه اكثر سبيكتاكل بزعوا عليهم فهمتيني. قلوا لهم الرواند حوايج ما بقاوش يتعانقوا ما بقاوش دابا بزاف الحوايج باش زينوها باش الناس يتفرجوا باش يجيهم حسن. داك الشيء علاش داروا ايت شو تايم؟ ايت شو تايم ايت شو تايم هو الكونكورنت ديال كي 1. نعم هو المنافس ديال كي 1 هو المنافس ديالهم. مزيان يكونوا جوج اللي كي باش حتى اللاعب يكون عنده فين يتحرك. ولكن عندهم سيم رولز نفس القواعد ولكن غير جوج سميات اخرين وصاف. نعم كاين الجران بري ياك وكاين كاين ايت شو تايم. علاش بدر هاري ربح ثلاثه المرات ايت شو تايم وما ربحش الجران بري؟ الجران بري كتلعب ثلاثه الماتشات في الليله عندك 8 الناس وكتلعب ثلاثه الماتشات في ليله واحده. في ديك ثلاثه الماتشات في ليله واحده بزاف الحوايج كيلعبوا دور. تقدر تربح بريمير ماتش ولكن تكون مضروب ولا عييتي ماشي مزيان خصك تريني باش ما تعياش. ولكن تقدر تكون مضروب مهرس يمكن صعيب باش تكونسونتري راسك جوج ولا ثلاثه الخطرات في ليله واحده. كيلعبوا بزاف الادوار باش واحد كيربح الجران بري.